مشاهدينا الكرام مساء الخير، أهلا بكم إلى حصة في المزاد. نتوقف اليوم عند مخرجات وتخريجات لقاء أعضاء اللجنة القانونية لهيئة الوساطة والحوار الذي جمع أعضاء من المجلس الاستشاري وأساتذة جامعيين خبراء في القانون طبعا من مختلف ولايات الوطن لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة النهائية، هي وثيقة السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات. سنتحدث عن تحفظات بعض السياسيين والمتعلقة ببعض المواد المتعلقة بمسودة المشروعين، وسؤال المحوري هل هذه السلطة وضعت القطيعة النهائية والجذرية مع الإدارة؟ إذن الموضوع سأعرضه لنقاش مع ضيوفي الكرام الذين أسعد الليلة باستضافتهم في بلاتو في المزاد، ويحضر معنا الأستاذ فتح بطبيق وهو قيادي من جبهة المستقبل، أهلا بك. ويحضر معنا أيضا السيد عبد الكريم عزيري هو خبير دولي، أهلا بك. مرحبا. وأيضا يحضر معنا الناشط السياسي وأيضا ناشط جمعوي أيضا الدكتور معاذ تبينات، أهلا بك. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، إذا السلطة لمراقبة الانتخابات هل هي القطيعة مع الإدارة مع الجهاز التنفيذي؟ طبعا قبل أن أفتح باب النقاش لدينا تقرير للزميلة سحر لونيسي نتابعه ثم نعود. اللجنة القانونية لهيئة الحوار تنتهي من إعداد الوثيقة المتعلقة بقانون الانتخابات، تحييد دور الإدارة في العملية الانتخابية، وإلغاء إلزامية 600 توقيع من المنتخبين بالإضافة للشهادة الجامعية، بنود أكدت اللجنة على ضرورة البت فيهم للمضي نحو مرحلة جديدة. الثورة هي أن الإدارة، تسمحوا لي على التعبير، تم إقصاؤها تماما وتحييدها وإبعادها عن العملية الانتخابية لأنه ألصقت بها عملية التزوير. عاد الوزير الخارجية، الولاة، رؤساء البلديات، الأمناء العامين البلديات كلهم تم إبعادها. هذه اللجنة هي الوحيدة التي تشرف على العملية الانتخابية من ألف إلى ياء، لها واتخذت قرارات ثورية. مثلا المادة 142 اللي بكري تعطي 600 توقيع نتاع أعضاء في مجالس منتخبات تروح تنتخب رئيس الجمهورية، هذه بطبيعة الحال سوف تفيد أحزاب محددة معينة معروفة، إذن فتم إنهائها. صلاحيات عديدة أكلت للهيئة والتي ستصبح السبيل الوحيد لتقديم المرشحين لملفاتهم، في حين تصبح عملية الطعن في الملفات المرفوضة من صلاحية المجلس الدستوري. حدث وهو أن الترشيحات نتاع رئيس الجمهورية سوف تقدم لهذه الهيئة وليس للمجلس الدستوري كما صدر. هذه ثورة. علاش ثورة؟ لأنها تتيح لأول مرة، بكري كان المجلس الدستوري كما تعرفوا طبقا للدستور قراراته النهائية، فكان المترشح اللي يرفض مثلا الملف ولا يستطيع أن يفعل شيء. الآن لما الهيئة ترفض مثلا فيمكن للمترشح الذي رفض يعني ترشيحه أن يذهب إلى المجلس الدستوري، نعود المجلس الدستوري يصبح هيئة تاع الطعن. هي أيضا محاولة من اللجنة لإرساء شرعية حقيقية للعملية الانتخابية وإيجاد آليات بديلة للمحافظة على صوت الشعب. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا، إذا كان هذا التقرير للزميلة سحر لونيس. إذا افتحوا منك النقاش الأستاذ فتح بطبيق باعتبارك قيادي في جبهة المستقبل، أيضا انتهت اللجنة القانونية التابعة للجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للوسطة والحوار من وضع الوثيقة النهائية طبعا التي تضم سلطة وطنية لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات أيضا، واليوم وضعت أيضا هناك مسودة فيها تعديلات جديدة. السؤال هل تعتقد أن اللجنة نجحت في الخروج بتصور توافقي بين مختلف الآراء التي تقدمت لها من طرف الأحزاب من بينها حزبكم طبعا؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وقل ربي زدني علما. في الحقيقة اليوم مع التطورات الأخيرة للحياة السياسية ومع المشهد الأخير يعني أو المشاهد الأخيرة في عمل هذه الهيئة العليا أو هيئة الوسطة والحوار التي عينت بمناسبة خلق وضع أو بعث ديناميكية جديدة للنقاش السياسي وخلق رأي عام يكون أكثر توافق أكثر يعني رضا من أجل بعث إصلاحات سياسية منشودة من أجل مناشدة محطة سياسية كبيرة وهي الانتخابات الرئاسية من أجل خلق آلية ضامنة آلية
مركزية تكون مستقلة في تركيبتها في قرارتها وفي تسييرها المالي من أجل الإشراف على العمل الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها. في الحقيقة تقييمنا لهذه الهيئة بالرغم من المطبات التي جرت منذ تأسيسها وبالرغم من بعض النقائص وبالرغم من بعض الانتقادات التي تلقت منها، ولكن على العموم نعرف بلي هذه الهيئة من خلال الاستماع الذي كان يعني على واسع النطاق، وين شفنا هذه الهيئة استمعت يعني لكثير من المواطنين، إلى المجتمع المدني، إلى المجتمع السياسي بكل أطيافه، إلى أحزاب سياسية، وحاولت أن تخلق رأي واحد وأوحد وهو الانتخابات الرئاسية. في الحقيقة تبقى قضية العروض المتعلقة بمسيرة هذه المحطة الانتخابية في مجملها كامل تنشد ما يسمى بالانتخابات الشفافة والنزيهة. في الحقيقة الجميع أجمع على الضروري أن نمشي إلى انتخابات رئاسية، ولكن نمشي الانتخابات الرئاسية حقيقية اللي تعبر على صوت الشعب واللي تحمي كذلك صوت الشعب. الآن الإرادة في مرمى السلطة القائمة من خلال تعديل قانوني حقيقي يكون يعكس طموحات الشعب الجزائري، وكذلك الإرادة بيد الشعب الجزائري حتى ما تصبحش الأمال تاعه والطموحات تاعه يتلاعب بها الكثير في فضاعات يعني مفترضة وفي فضاعات يعني مفتوحة ويضيع فرص كبيرة جدا، وخاصة البلد كذلك اليوم يحتاج إلى الفواعل ويحتاج كذلك إلى الابتعاد أكثر على التحديات اللي يعيشها الداخل والخارج، وخاصة منصب رئيس الجمهورية، لأنه منصب رئيس الجمهورية يسوى الكثير. منصب رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية هو القاضي الأول في البلاد، وهو نقطة الإصلاح أو بداية الإصلاح اللي يحوس عليها الشعب الجزائري. إذا كان نجحنا في هذا الامتحان سننجح في الامتحانات القادمة إن شاء الله. طيب السيد عود إليك السيد عبد الكريم عزيري، إدخال أكثر من 100 تعديل على القانون العضوي للانتخابات، هل تعتقد أنه يفي الغرض لتحسين مضمونه ورفع الغموض الذي يكتنف الكثير من المواد المتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نلاحظوا باللي لجنة الوساطة والحوار باسم الحوار نتاعها كانت ذو صبغتين. الصبغة الأولى اللي عنده صلة مما يريده الأطراف اللي قدمت مبادرات واحترازات، ثم راحت النقطة الثانية اللي هي تعيين الأفراد اللي مثلوا. هنا لجأة السلطة تاع الحوار الانتقال إلى الانتخاب والتعديل، بما أنه هي كما نعلم جميعا كاين اللي يشكك في كيف تم نشأتها، واحد يقول شرعية واحد يقول غير من الشرعية، يعني هي في من ناحية القانون والتشريع الجزائري والقضاء الجزائري كمواطنين متطوعين تكفلوا بالمهمة هذه، بحيث عندهم الحق حسب القانون القضاء الجزائري في الأمر رقم 16 المؤرخ في جويلية 1996 لكل شخص معنوي أو طبيعي الحق أن يلقي رأي أو كلمة. هما هنا بذلوا جميع المجهودات، قربوا بين الأفكار تاع الأطراف من مجتمع مدني من شخصيات وطنية إلى آخره، وانتقلوا بما أنه الحق راحوا للانتخابات، لأنه كلمة انتخاب هي أربع بنود. هنا نلقاو باللي راحوا للبند الرابع، انتخاب هو حق شخصي، الانتخاب حق وظيفي، انتخاب حق شخصي ووظيفي، كذلك الانتخاب هو ماكينة قانونية. طيب قانونية بهذا فعل البند الرابع باش المستقلة لمراقبة الانتخابات كما جاءت بها الهيئة الوسطة والحوار كفيلة بأن تعبد الطريق نحو انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. إيه، ولذا كما ذكرت لك هم راحوا مباشرة إلى تعيين الأفراد، لأنه مش معنى تعيين الأفراد، لأنه البند 11 في الدستور يقول الشعب يختار ممثليه، باش نفوتوا إلى المادة 9 من الدستور هي إقامة مؤسسات الجمهورية. احنا الحمد لله مؤسسات الجمهورية قائمة، ولكن نقدر نقول احنا إعادة تأطير مؤسسات الدولة الجزائرية بإطارات كفء. طيب نقول كفء لأني ما نقدرش نقول كفء ونزهاء، لأنه نزهاء من اختصاص جهات معينة. طيب
سأعود إليك سيد عزيري. أستاذ تبينات، تابعت الآن مخرجات الوثيقة النهائية لهيئة الوسطة والحوار، من بينها أهم نقطة متعلقة بسلطة مستقلة للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي. هل تعتقد أن هذه التعديلات كفيلة بأن تحقق، أو خليني نقول تعبد الطريق نحو انتخابات نزيهة وشفافة؟ بداية نشكركم على الاستضافة، تحية لك ولكل الجمهور الكريم وإلى الأستاذين الكريمين أيضا. خلونا فقط نصحح أن هذا المخرجات التي أعلنت اليوم هي مخرجات للجنة استشارية انبثقت عن لجنة الحوار، لأنه لجنة الحوار ربما نتذكر جميعا من خطاب رئيس الدولة في 4 جويلية أنه كان عندها هدفين. الهدف الأول هو التأسيس لهذه السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، اللي ربما نناقش المخرجات التقنية اللي خرجت بها لأنها أعلنت عن مسودة مشروع قانونين. أول الأمر الثاني هو السعي إلى إعلان عن موعد انتخابي، والمفروض هذا الهدف أسقط من أهداف لجنة الحوار بفعل الظروف الحالية وعدم تقدمهم فيما يخص الملائمات السياسية المحيطة بالتحضير لأجواء لتحضير لأجواء الانتخابية. ربما من الجانب القانوني، اللجنة الاستشارية قامت بعمل، أخرجت مسودة مشروعين، نسميهم مشروعين لأنه مازال فيها مراحل أخرى للتشريع، سيمر على البرلمان ويتم ربما إضفاء عليه أو إثرائه، رغم أنه سربت في نهاية الأسبوع الماضي مسودة، وبعد هذه المسودة ربما هناك تعديلات أضيفت وأعلنت اليوم التي سيأتي تفصيلها فيما بعد. المهم يجب أن نتذكر جميعا لكي نتفق أن الهيئة المستقلة هذه جاءت نتاج لقرار سياسي، قرار سياسي في ظل هذه الأزمة للخروج منها. لذلك يجب تحري أقصى درجة المصداقية، لأنه ما عندناش سند دستوري لهذه الهيئة المستقلة، لأنها هيئة تقنية ستشرف على انتخابات لإفراز رئيس في يتكفل فيما بعد بباقي الإصلاحات الدستورية. طيب، أتوقف عند جزئية تتعلق ليس لديها سند قانوني. باعتبارك قانوني ومختص في القانون السيد أبو طبيق، هل تعتقد أنه هذه اللجنة ليس لديها سند دستوري، ستكون مؤقتة فقط للمرور نحو الانتخابات؟ هي هذه الهيئة الوسطة والحوار هي من قبيل الذكاء السياسي، هي مجرد آلية أنشئت من أجل حل حالة وضع معين بدون عندهاش طابع تنفيذي مباشرة، ولكن خلقت لنا رأي عام، والرأي العام يجب أن نقاش سياسي وليكون أرضية لإصلاح قانوني، يعني إصلاح سياسي يكون يسبق الإصلاح القانوني. ولكن الإصلاح القانوني كيف يتم؟ هناك يعني المخارج القانونية في إطار القانون، صناعة القانون تحتاج إلى اقتراح قانون بعدد من النواب في إطار نتاعه، أو عن طريق مشروع قانون الذي يبرمج عن طريق الحكومة وإذا كان قانون عضوي كما هذا القانون راح يخضع دون شك إلى رقابة، إلى الرأي الاستشاري تاع مجلس الدولة، ثم مباشرة يذهب ويبرمج عن طريق المجلس الشعبي الوطني اللجنة القانونية إلى المناقشة إلى المصادقة، ثم إلى المجلس الأمة بنفس الطريقة، ثم يعود للمطابقة عن طريق المجلس السوري إلزامية لأنه مقر عضوي، ثم الإصدار عن طريق رئيس الدولة حاليا أو رئيس الجمهورية فيما سبق. الآن فقط يعني أي يفترض أي إصلاح قانوني وخاصة في مسألة الحقوق والحريات أنه يسبق نقاش سياسي. فقط هذه المرة كما قال أخ كريم نتاج الظرف، وهو الخروج تاع الجماهير يعني والشعب، وهذا الحراك السياسي اللي نشوفوه الآن في الحياة السياسية اليوم، ونتاج كما نقولوا الشغف إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية حقيقية تختلف يعني في 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 عن الأوضاع السابقة، وبالتالي تجعل الجميع أمام إرادة حقيقية، سواء في السلطة، سواء في المؤسسات القائمة، حتى الحكومة ولا حتى البرلمان. أنا لما نسمع بعض الإخوان يتكلموا يقول لك لازمنا وقت ولازمنا وقت ولازمنا وقت، ولكن سؤال مطروح، نحن الآن في أزمة سياسية، نحن الآن في ظرف يعني يختلف عن الظرف العادي، ظرف استثناء، وبالتالي دينا 6 شهور نحن نتكلموا على إصلاح سياسي ونتكلموا على نشد حقوق وحريات، حتى المؤسسات القائمة راهي تنظر وتدرس الأمور، وبالتالي على ما أظن الظرف سيحتم على الجميع أنه يتخذ كل الإجراءات بأقصر الأزمنة بأقل التكاليف. يعني نفهم كلامك نحن بحاجة إلى حلول سياسية بالدرجة الأولى. لا، الحل السياسي يكون الحل السياسي هو رأي اللي يخلق التوافق ويخلق الرأي العام، ثم الإصلاح القانوني اللي يترجم الانشغال السياسي. في الحقيقة القانون لازم يستجيب للانشغالات السياسية، وخاصة الانشغالات تتعلق بالحقوق والحريات، وهي من بينها الانتخابات. وبالتالي نشوفوا هذه اللجنة والآلية تاع كاريميوس مش مطالبة بدير مشروع قانون، مشروع قانون تديره الحكومة أو البرلمان في إطار نتاعو، لأن هذا مبادئ دستورية قانونية. هي قدمت مسودة في النهاية، هي خلقت لنا أرضية
تاع ارضيه وطنيه اللي حابه تلم عليها اكثر عدد من الاشخاص والمؤسسات الموجوده ولا الاحزاب ولا المجتمع المدني وتكون اكثر رضا وبالتالي تحال الى السلطات المعنيه وعلى راس الدوله لانه هو اللي انشاها بالاول تتبناها كعرضيه لمشروع قانون. هذاك مشروع قانون سيبرمج كما قلت سلفا ويمشي في الاليه ثم يصبح قانون عضوي موجود وبالتالي غدوه تكون عندنا سلطه او هيئه او كما نحب نسموها تكون مستقله في تركيبتها في تسييرها المالي وفي قراراتها التي تتخذها بمناسبه كل انتخابات. عندها لديها استقلاليه ماليه ومعنويه كامله يعني. لها شخصيه قويه يعني في الماضي اللجان السابقه كانت ما عندهاش صفه قضائيه يعني ما كانتش حتى عندها صفه الشخصيه القويه وكانت ما عندهاش وبالتالي من خلال النقاش اللي راه يطول الان انا نشوفوا بلينا ماشيين حقيقه لانه كي نتكلموا عن النظام الانتخابي الجزائري في الحقيقه عنده مده ويتطور نحن فقط ماناش ما ديرش انتباهنا نحن كقانونيين مثلا نشوفوا هناك تطور في المعيار التشريعي خاصه الاشاره يعني فقط انك كنت في لجنه مراقبه الانتخابات نعم يعني منذ مده من 96 تقريبا هناك لما كانت الانتخابات تنظم بموجب قانون عادي واصبحت بموجب قانون عضوي ثم ارتقى المعيار الى مبدا دستوري من خلال الماده 193 من الدستور يعني هناك على مستوى التشريع فيه تطور يبقى على مستوى التحكم الميداني اللي لازم يكون حقيقه يعني صلاحيه واضحه بمسؤوليه واضحه وباستقلاليه واضحه على المؤسسات الاخرى اللي نهربوا على التزوير ونهربوا على ما يشوب العمليه الانتخابيه. السيد عزيري في اعتقادك المساله متعلقه دائما عندما نتحدث عن التزوير الان قبل قليل يتحدث عن نحن نؤطر من خلال قانون من خلال سلطه وهناك الكثير من المواد كانت موجوده في اعتقادك ما هو التصور يعني كي نفعل هذه المواد التي تقول لجنة كريم يونس أنها ربما هي الأرضية الأولية التي يمكن بها الخروج إلى التوجه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة؟ في الحقيقة هي المسودة اللي خرجت بها اللجنة تاع الوساطة والحوار كانت تبنات على أساس بعد التشاور مع الأطراف الأربعة يعني احنا كما قلنا في بداية الأمر في بعض التدخلات أنه في الجزائر ظهروا أربع أطراف يتحاوروا هي السلطة التنفيذية اللي قالت بلي أنا نمول بالمادة وباللوجيستيك بالنسبة للحامي الدستور قيادة الأركان والقضاء حماوة الدستور بقات الطرف المجتمع المدني أو المؤسسة الغير دستورية كما تسمى اللي هي الأحزاب والمجتمع المدني والجمعيات ويطلق عليها اسم أيضا الجمعيات الضغطة في الكلمة الدولية وما أقطاب الحراك لأن الحراك ليس بمهيكل من هذه المقاربة لجنة الوساطة والحوار خرجت بالبنود هذه وتقريبا اعتمدت كما رانا نشوفه في لاحظنا مقبل في الشريط اللي فات قدامنا باللي مثلا لا تشرف الولاية والدائرة وعلى إلا ما عدا بالتمويل اللوجستيكي نظن إن شاء الله هي نقطة تقارب اللي راح تكون فيها مخرج والتعجيل للانتخابات الرئاسية ليه باش كما قال الأستاذ الكريم باش نبقاو نعيدوا في بعض الأمور احنا لازم نتجه مباشرة ندرك حتى من لجنة الوساطة والحوار لاحظنا أنها تخلت على الندوة الوطنية لأنها تعتبر مضيعة للوقت هل هذه ميزة أم نقيصة تخلي عن الندوة الوطنية الجامعة اللي كانت مفروض تنظم مع نهاية المشاورات هي أنا أم أن الوقت لا يسمح الوقت لا يسمح نعم. الوقت لا يسمح الوقت لا يسمح ولذا مر مباشرة إلى قالتها للوسدة والسلطة الانتخابية هذه لتشرف على العملية الانتخابية طيب أستاذ لديك تعقيب قبل أن أطرح عليك سؤال فضل ربما إسقاط برنامج الندوة الجامعة هو يعتبر ناقصة فقط لأنه بمجرد إطلاق حتى المسودة رقم واحد التي أطلقت الأسبوع الماضي كان حتى أحزاب شاركة في مسار الحوار اعترضت وكان عندها احترازات على كثير من مضامين المشاريع المقدمة والتي رأتها أيضا منقوصة من الملائمات التي هي مطلوبة في الساحة الآن من أجل المرور إلى موعد انتخابي لأنه الهدف لتأسيس هذه اللجنة لجنة الحوار هو تغيير المعطيات اللي كانت عندنا قبل 4 جويلية نعم. إذا وصلنا إلى نقطة وين ما عندناش معطيات تغيرت من غير الجانب القانوني لاستحداث الهيئة المستقلة ربما لن يكون هناك إمكانية ربما ظرف الهيئة يعني الهيئة كانت لديها هدف واحد وهو التوجه نحو الانتخابات وما هي الأجواء التي يجب أن نكرسها كي نصل إلى الانتخابات لكنها تاهت في نفس هذه الأهداف لو نعطيك مثال بسيط فقط لأنه مقاربة رئاسة الدولة التي أعلنت قبل إنشاء لجنة الحوار تكلمت عن استحداث السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وأن هذه السلطة هي التي تعنى باقتراح تعديلات للقانون العضوي للانتخابات لقينا باللي لجنة الحوار ركزت على هذه النقطة وكأن عملها كامل اللي كان تم
منذ مدة هو اللجنة الاستشارية التي عرضت قانونين المفروض كان فيه استحداث للشكل أو تصور لهذه الهيئة كيف ستكون، وكما قال الأستاذ كاين من المفروض هل يعني المسودة المطروحة هل تعتقد أنه فيها تحفظات، يعني المواد غير كاملة، لأنه مسألة فتح ورشة قانونية والأستاذ قانوني يعرف هذا الشيء ليست بالأمر السهل، يعني فتح ورشة قانونية تعطي الكثير من المصداقية والشرعية في هذا الوقت بالذات، ربما يكون من بعد استحداث هذه الهيئة التي سترضى توافق الجميع وسط ملاءمات سياسية التي تساعد على إعلان عن موعد انتخابي. طيب في هذه النقطة هل نحن بحاجة إلى سلطة مؤقتة لتنظيم الانتخابات فقط، أم نحن بحاجة إلى سلطة تبقى يعني لباقي الانتخابات في هذا الظرف؟ وفي الحقيقة هي امتداد للأزمة السياسية التي نعيشها، امتداد للتحديات التي تعيشها الجزائر اليوم، امتداد إلى من الضروري نمشي إلى انتخابات رئاسية حتى نضع حد للمخاطر التي تحدق بالجزائر سواء داخليا أو خارجيا، وكذلك حتى نحقق طموحات الشعب الجزائري، حتى لأنه لما البعض يتكلم عن المادة 87 المادة 87 كيف رجع القرار والسلطة إلى الشعب الجزائري. الآن ما عندناش معيار نقيم به الحراك ونقيم به الشعب الجزائري في الفضاءات هذه المفتوحة خارج الانتخابات، ولو بدأ نحن في جبهة المستقبل حقيقة لما شفنا بلي دينا الواقع كعنوان السياسة الواقعية شفنا بلي لو بدأ هو كيف نرجع إلى الانتخابات ولكن بآلية ضامنة وعلى رأس الآلية ضامنة، وعندنا تجارب سابقة يعني 7 انتخابات قبل شاركنا فيها وإخوان كثير يعني شاركوا في العملية الانتخابية ويعرفوا بلي وجود الهيئة أو الآلية أو اللجنة المستقلة بصلاحيات واضحة باستقلالية في التركيبة تاعها في التسيير تاعها في القرار تاعها سيعطي أكثر مصداقية للعملية الانتخابية، وأكثر من ذلك هي إرادة الشعب الجزائري. كما تحضرني واحد المقولة تاع تشرشل يقول لك أينما وجدت إرادة فهناك طريق، فإرادة الشعب الجزائري جاء طريق إلى الإصلاح السياسي، إرادة الشعب الجزائري راح تجيب لنا إصلاح حقيقي. نحن في الحقوقيين كحقوقيين كقانونيين وكسياسيين كنا في الماضي نعتبر هذا المحطة اللي نشوف فيها الآن نقاش حول آلية مستقلة حقة الإدارة بمختلف مستويات سواء في المركزية أو محلية كانت في خانة التمني، يعني كانت لنا خيال، بل بالعكس اليوم أصبحت واقع. فقط كيف نقدروا احنا نحقوا إلى محطة أكثر تعثير ولكن نخليه كذلك العنصر البشري يكون متكون ويكون متسلح بإرادة حقيقية كيف يقدر يحصل هذه الإصلاحات، لأنه في الحقيقة الانتخابات راهي لعبة سياسية متناثرة، أكثر من 55 ألف مكتب انتخابي، أكثر من 11 ألف مركز انتخابي، وأكثر يعني من الدولة تاعنا يعني قارة، وزيد لها الأقاليم في الخارج المكاتب القنصلية في الخارج، وبالتالي هذا التناثر راح يخلي العنصر البشري يعني في تحدي. وعندنا تجارب سابقة الآن كيف نمشيو إلى المحطة هذه وكيف نبنيو جسور الثقة مع المواطن لأنه هو الضامن بالمشاركة تاعه وبالحرص أن يكون الصوت تاعه محمي. طيب سيد عزيري في هذه النقطة أعود إلى هناك اختلاف في مسألة السلطة، بعض الأحزاب اقترحت وقالت لا يجب أن نكرس لسلطة دائمة لكن لسلطة مؤقتة على الأقل توصلنا إلى الانتخابات الرئاسية والرئيس القادم هو المسؤول عن فتح ورشات أخرى قانونية. طبعا احنا كما تلاحظي بالنسبة للأحزاب المهيكلة دستوريا والجمعيات والمجتمع المدني في الغالب في السابق في السلطة التنفيذية السابقة كان دورهم مغيب ومهمش بالرغم من المجهودات اللي كان يبذلوا فيها يعني حول المشاريع والمصادقة عليها كان دور تاعهم مغيب ومهمش يعني وبذلوا مجهود هم مشكورين أيضا عليه يعني نعترفوا به، ولكن في الوقت الحاضر نشوفوا باللي نعطوا السلطة للرئيس أنه يخلق ورشات ومن هنا الرئيس أنا نشوف بما أننا استطعنا نفصل بين السلطة التنفيذية والتشريع والقضاء نتاعنا ما راحش يكون أحادي القرار، يعني كل ما هو راح يصدر عند الرئيس راح يكون عن طريق التشريع والقضاء لأن أيوة. القضاء نتاعنا خطوة عملاقة نحو مثل الدول المتقدمة نحو صياغة وتفسير المواد القانونية الدستورية، ولهذا راح تكون يعني إن شاء الله بدلا نتاع خير دوك الرئيس اللي يجي مهما يكون تكون عنده أطروحات أو يطرح بعض المواضيع أو بعض المشاريع راح تكون في أطر قانونية ودستورية تحت المراقبة القضائية مثل جميع الدول المتقدمة في العالم. طيب
سيد تبينت بيعتبرك أيضا نشط جمعوي من بين المواد التي ورجدت في مشروع مسودة أو مسودة القانون العضوي للانتخابات، حتى الهيئة، خليني نتحدث على السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مسألة توسيع التركيبة البشرية المؤطرة لهذه السلطة إلى المجتمع المدني والنقابات، في اعتبارك أيضا من المجتمع المدني، هل تعتقد أنه هذه ميزة، خاصة أنه في البداية كان حديث عن تعيين ثم حولوها إلى انتخابات تم استدراكها في المسودة الجديدة؟ من نقاط ضعف أصلا هذه المسودة هي نقطة التشكيلة، نقطة التشكيلة التي ربما في غضون يومين تغيرت المسودة وانتقلنا من التعيين إلى الانتخاب والتوسيع ربما من 20 إلى 30. نعم، هذه من الحسنات، تم استدراك يعني من الحسنات، لكن تم استدراك على عجالة لأنه خلوا وخلفها ثغرات. نرجع لنقطتك فقط، ربما لجنة الحوار التي من المفروض أنها موكلة بإعداد لمشروع سلطة وقانون انتخابات مؤقت لتسيير مرحلة هذه المعينة، لأنه التشريع ودسترة هذه السلطة والقوانين والإصلاحات العميقة التي ينادي بها الجميع ربما هي من صلاحيات الرئيس المنتخب شرعيا. عن قضية التشكيلة، نعود إلى تشكيلة هذه اللجنة، ربما عادوا إلى نقطة الانتخاب ومن ثم فتحوا قوس قالوا من النقابات والمجتمع المدني، لكنهم لم يحددوا أي نوع من النقابات، هل النقابات المستقلة ولا المركزية النقابية معنية غير معنية أو المعتمدة المجتمع المدني. دوك لما نقولوا المجتمع المدني، كل من له محضر تنصيب لجمعية أو نادي هو مجتمع مدني، هل فيه معايير محددة، عدد المنتمين، الأقدمية في الساحة، ربما ما كانش أصلا تقييم لهذه الفعاليات المجتمع المدني اللي راهي موجودة حاليا، ما كانش تقييم مالي أو ميداني لها، يعني ما نقدروش حتى يكون عندنا تصنيف، إذن ربما فيه ثغرات من هذا الجانب. أيضا من أصل التشكيلة بدأوا بتشكيلة وطنية وبعد تشكيلة ولائية وتوقفوا، المفروض الانتخابات التي تراقب وتبدأ على مستوى البلديات، تشكيلة السلطة تناقش عن تنزل إلى مستوى أيضا البلديات، لأنه إذا تتحدث هنا على مسألة هيك سيد تبينت سعود لك، لدي فاصل ثم سأواصل، احتفظ بالفكرة ونعود لمواصلة النقاش. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا إذن في المزاد. دائما وسلطة لمراقبة الانتخابات ما هي قاطعة نهائية مع الإدارة طبعا، وكنت توقفت عندك سيد تبينات وكنت تتحدث على التركيبة أو التشكيلة الخاصة بهذه السلطة. إذن نكمل من أين انتهينا بما يخص توسيعها إلى نقابات، يجب أن نتحرى الاستقلالية لأنه هي أصلا هيئة مستقلة وعن طريق الانتخاب، ثم على مستوى الهيكلة المحلية، الهيكلة المحلية ربما لم تأخذ حيز مهم جدا، ما مروش إلى الهيكلة البلدية، والهيكلة الولائية اقترحوا أنه يكون في أعضاء السلطة ولائيا، المجلس الولائي 5 أعضاء من فروض 5 أعضاء بالتوازن مع 48 ولاية، أمر غير منطقي، من فروض بحسب الكثافة السكانية وبالمختصر بحسب الكتلة الناخبة أو الهيئة الناخبة، يعني ولاية كالجزائر أو ولاية كأضرار ما نقدرش نديروا 5 أعضاء هنا و5 أعضاء، كانوا من المفروض يفصلوا في هذا النقطة أيضا. لم يشر إلى الطبقة السياسية، بين قوسين ربما الطبقة السياسية التي اقترحها بعض القانونيين في مبادراتهم، لأنه كاين مبادرات من اقترح أنه يكون ممثلين عن طبقة سياسية والأحزاب السياسية داخل هذه السلطة عن طريق الانتخاب. هو تم مسألة تتعلق بهيئة تكون غير متحزبة فقط من قضاة ومن مجتمع مدني، حتى لا يعني حتى لا يحسب عليها ربما الميل إلى كفة، يعني مستحيل واحد يكون متحزب ما يكونش موضوعي في هذه الهيئة. لو تحرينا جانب الانتخاب واستقلالية الهيئات التي ننتخب منها سنصل إلى سلطة منتخبة ومستقلة، لأنها نقطة مهمة جدا، لا ننسى أن هذه السلطة بعد تشكيلها هي التي ستنظر في أمر القانون العضوي للانتخابات وتقوم باقتراح تعديلات، هي التي ستؤسس لنظامها الداخلي، يعني نظامها الداخلي الذي يبدأ بتعيين المراقبين على المستوى
كل مكاتب الاقتراع والآلية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها. يعني لو ما نتحراوش المصداقية يعني والاستقلالية في التشكيلة منذ البداية ربما راح نقعوا. لكن لو نضعنا متحزبين سيكون فيها يعني راح يكون عندهم حيز فقط. بين قوسين أنا قلت هي من بين الاقتراحات التي اقترحها، لأنه أنا لست مختصا في هذا المجال، ربما احنا نشتغل على المستوى الشباني في لملمة كثير من القراءات والمبادرات التي تطرح. وعلى فكرة يعني مجمل حتى هذه الملاحظات كانت بمناسبة بعض القانونيين اللي عندهم أيضا مبادرات مطروحة في ساحة. طيب أعود إليك سيد بطبيق حول ما قاله الآن السيد تبينات فيما يتعلق بالتركيبة وحتى الهياكل، يعني التوقف فقط في الهياكل الولائية ولم تذهب إلى الهياكل البلدية، كيف تعلق على هذا؟ أولا نحن في جبهة المستقبل منذ تأسيسنا في 2012 ونحن نتكلم على هيئة مستقلة منتخبة، يعني ما يكون أحسن معيار ديمقراطي حقيقي الذي يعطي الشفافية والمصداقية تحت الهيئة وتوضحها أمام باقي السلطات، خاصة وأنها هي تشرف على حرية، وبالتالي أساس وجودها لازم يكون حرية وهي الانتخابات. فالحقيقة هذا مطلب يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عمل وإلى سلوك تاع مواطنة وسلوك تاع انتخابي اللي إن شاء الله نلحقوا له يوما ما. الآن يعني في هذا الظرف الاستثنائي وفي هذه الأزمة السياسية في جبهة المستقبل شفنا باللي عنصر الانتخاب صعب تحقيقه الآن، ولكن لازم نخلق معايير تكون أكثر شفافية اللي على إثرها يتم اختيار الأشخاص الذين يكونوا في التركيبة هذه. من يختار هذه الأشخاص؟ سأقول يعني فقط أننا شفنا باللي حتى في المرحلة هذه طالما أننا ما عدناش يعني حقيقة النقاش اللي ثار بزاف في الساحة السياسية والتناقضات الموجودة، نبتعد عن التناقضات وعن الصدامات. شفنا باللي أنه تكون التركيبة تاع هذه اللجنة غير متحزبين، الأشخاص اللي يكونوا فيها غير متحزبين، ولكن يكون كذلك يعني المعيار اللي نوضعوا بهم هاد الأشخاص يكون معيار عادل أو معيار منصف. واقترحنا بعض الفئات اللي في المجتمع اللي عندها مصداقية وعندها يعني مكانة خاصة. مثلا الأسلاك المحلفة، مثلا لما نتكلم على طبيب محلف، على ما أظن الشخص اللي يروح طبيب محلف يمد الصحة نتاعه هو ثيق فيه، وبالتالي على ما أظن الشخص اللي ثيق فيه كيف ما غاديش نديروا فيه عملية كيما هذه. مثلا نروح الموثق نوثق اللي نعطيه مثلا الأموال نتاعي باهي يشتغل، وكيف أنا ثيق حضرت الأموال تاعي معناته محل ثقة. كاين المحامين القضائيين، كاين الخبراء العقاريين، كاين اسمه المحامين، كاين القضاة. هذه الأسلاك المحلفة يعني أول عندها العدد الكافي اللي يقدر يغطي هذا الآخر، ثانيا اللي يغطي الفضاءات الانتخابية كامل، ثانيا كما نقولوا المكانة تاعها في المجتمع مكانة عامة ومجردة. وقلنا يعني هذه اقتراحاتنا. الآن سمعنا من خلال الأرضية اللي جبتها السلطة هيئة الوساطة والحوار، احنا بالنسبة لنا أرضية وعطينا مقترحاتنا فيها وداو جزء كثير داو فيها في الآخر، وكاين أشياء ما أخذوش بها. الآن فقط احنا لما يتم اختيار وتكون مثلا الصلاحيه واضحه في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات اللي راح يجي جديد، هي بحق اللجنه هذه ما تغش النظام الداخلي بها تعين المراقبين يجيوا في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. الان مكان احزاب سياسيه او المتنافسين السياسيين او المترشحين هو في الرقابه عن طريق في مكاتب اقتراع، على مدار الرقابه تبقى موجوده تاع 5 أو 6 اعضاء مراقبين لدينا يختارون بمناسبه كل اقتراع بناء على القانون من الاحزاب او المترشحين. هل بسهوله من مكان تحدثوا على 60,000 مكتب؟ وهذه الاشكاليه التي تطرح هذه العوائق الواقعيه اللي تكلمت عليها واللي قلت باللي يبقى العنصر البشري يلعب دور اساسي، خاصه لما تعطي شخص صلاحيات ولما يكون غايب، والله مثلا لما يسيء او يفهم القانون، والله يسيء ما يسمى بالعمل المعزول اللي راح يترجم المادة القانونية، وبالتالي هذه التجربة إن شاء الله بعد انتخابات الرئاسية. طيب في النقطة المتعلقة بتوسيع التركيبة، لأنه في البداية كما كنت أتحدث مع السيدة بينات كانت المسألة متعلقة ربما بتركيبة بوشارية معينة يتم تعيينها، لكن الآن ستنتخب. لكن نقطة أخرى تتعلق بتوسيع مشاركة المجتمع المدني والنقابات. أولا يجبنا أن نعلم جميعا أولا هناك نظام قانوني تدرجي في الجزائر وما نقدرش نتجاوزوه، خاصه نحن سياسيين نتكلموا على الشرعيه نتكلموا على المشروعيه، جانب اخلاقي ولكن جانب موضوعي متعلق بالتجاوز، ونبقاو دائما خاضعين مبدا التدرج القانوني وعلى راسها الدستور. في الحقيقه كي نتكلموا على النظام الانتخابي الجزائري نتكلموا حق على سلطه مستقله التي تشرف وتعلن وتنظم العمليه الانتخابيه منذ بدايتها الى نهايتها، ولكن ما ننساوش باللي كاين اليات اخرى قانونيه ترافقها. نعطيك مثلا اللجان الانتخابيه البلديه، اللجان الانتخابيه الولائيه، والمجلس الدستوري، لان المجلس الدستوري تحبوا راكاه بنص المادة بصراحة المادة 180 من الدستور تقول لك باللي هو اللي يشوف في صحة الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية. كذلك قضية كاين آليات موجودة في الدستور ما نقدرش نتجاوزوها، تبقى صلاحيات، ولكن الصلاحيات التي موجودة في القانون العضوي تاع الانتخابات نقدر نجمعوها ونستجمعوها كامل لصالح الهيئة المستقلة هذه. الآن
على ما أظن إذا كان تكلمنا على لجنة انتخابية بلدية اللي رأسها قاضي وبعضوية اللجنة المستقلة أو الناخبين اللي حيكونوا أو بتعيين من طرف اللجنة المستقلة، يعني بالنسبة للتركيبة تاع اللجنة الانتخابية لأنه هنا قضية التركيبة في حد ذاتها، لأنه اللجنة الانتخابية واش الدور تاعها؟ الدور تاعها أولا كما نقول مسيرة عملية مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة الهيئة أو السلطة الانتخابية، ومن جهة أخرى كذلك أننا أثناء الانتخابات هذه اللجنة الانتخابية هي التي تجمع ما يسمى محاضر تركيز النتائج، وبالتالي الدور تاع السلطة الانتخابية أنا في نظري كقانوني نشوف الدور تاعها الأساسي والسليم واللي يقدر يفوت الانتخابات هو كيف تلقى المعلومة، كيف يمشي محضر فرز من المكتب الانتخابي الى بغض النظر عن التركيبه التي تشكل هذه لانه الانتخابات اللي قلت لك الاساسيه متناثره. نحن بحاجه الى قانونيين ومحامين ام نحن بحاجه الى مجتمع مدني من نقابات وغيرها؟ هذه التركيبه محتاجين لهم الاثنين. لماذا المحامين والقانونيين؟ لانه الانتخابات هي جانب شكلي متعلقه بالطعون، متعلقه بالاجال، متعلقه بالكيفيات، بالطرق وكذا، وجانب شكلي اذا كان ودرت راح الموضوع. والدليل على ذلك لما نشوف مثلا المجلس الدستوري في انتخابات سابقه يقول لك تلقينا قدام الطعن ورفضت كامل في الشكل لانها خارج الاجال، ممكن ما اشرش عليها في المحضر تاع الفرز، لانه الانتخابات اللي قلت لك هي اليات شكليه وهذه في كل دول العالم مش في الجزائر فقط. نعم. وبالتالي التحكم في العمليه الانتخابيه يحتاج الى تكوين حقيقي، وهذا يعني في مسار المستقبل. طيب ساعود اليك سيد بطبيق، اعطيك الكلمه سيد عبد الكريم عزيري. فضل. فيما تعلق قبل قليل كان يتحدث السيد تبينات ويقول انه توسيع التركيبه البشريه للهيئه او خلينا نقول السلطه كما وردت في المسوده، يقول انه لم يحدد معايير من سيشارك في هذه، يعني هناك غموض في هذه الماده. احنا نلاحظ بلي لجنه الوساطه والحوار نظرت المطالب الحراك، بما أنه منذ الوقفة التصحيحية المرجعية في 22 فبراير اللي أنا نسميها وقفة تصحيحية مرجعية. الشعب الجزائري راه ينظر كل ما كان مهيكل دستوريا من أحزاب وجمعيات ونقابات، انظروا لي أنه كان عنده برنامج فاسد ولذا مش متقبلين، باش نكونوا صرحاء مع بعضنا. ولهنا لجأت اللجنة إلى هذه الهيكلة. طيب. ذات صبغة قانونية تقريبا بحت معتمدة على القضاة وعلى محامين تقريبا وبعض الخبراء من أجل إعطاء مصداقية أكثر في نظر المجتمع الجزائري، وبعدين ما نأسسوا مؤسساتنا ونهيكلوها نقدر نفوتوا على الانتخابات، يعني في الظروف القادمة في الوقت القريب العاجل إن شاء الله. وإذا نشوف بلي توسيحها أو تنقصها الوقت ما يسمح لناش، وقت ما يسمح لناش، والظرف يتطلب الأمور مباشرة للانتخابات. هذه السلطة قامت بتعديلات قانونية واعتمدت على البند الرابع في الانتخاب، هو ماكينة قانونية باش نشرعوا للظرف التالي اللي هو قامت مؤسسة الدولة. سيد تبينات، النقطة الثانية تتعلق بهذه السلطة، نحن بحاجة إلى سلطة دائمة أم مؤقتة؟ بعض الأحزاب كطلائع الحريات مثلا تريد أنها سلطة مؤقتة، لكن من جهة أخرى هناك بند ربما تحفظت عليه يتعلق بعهدة 8 سنوات، جعل التركيبة أنه العضو فيها المدة عهدته في 8 سنوات. وما قلناه سابقا لأنه ظرفنا يحتم علينا دراسة مشروع لسلطة وقانون عضوي لتنظيم الانتخابات يكون مؤقت تسيير المرحلة. إصلاحات العميقة تتطلب وقت وتتطلب كثير المزيد من الشرعية الدستورية على كل الإجراءات التي نقوم بها. فمثلا طرحنا فكرة تمديد العهدة إلى 8 سنوات مع تجديد نصف في كل 4 سنوات، يعني بالمختصر لو تفشل هذه السلطة يعني راح تكون سبب فشل حتى المواعيد الانتخابية التي ستلي الانتخابات الرئاسية. صحيح أنهم يسوق أن الانتخابات الرئاسية هي مخرج الدولة من الأزمة والفراغ الدستوري، لكن ورشة الإصلاحات هي الأهم، لا يهمنا الرئيس بقدر ما يهمنا الانتخابات الشرعية والمحلية التي ستفرز فيما بعد والتي ستمثل صوت الشعب. لذلك فكان لزاما أنهم يدرسوا مشروع لسلطة ومشروع لتعديلات مؤقتة لتسيير هذه المرحلة. كاين أيضا بند ربما تطرقوا له هو عامل السن، وهنا نشوف ممكن بعض ما كنا لاحظناه على لجنة الحوار منذ البداية وعنصر الشباب افتقدناه في هذه التوصيات، يعني حددت ب 40 سنة فما فوق،
بدون سقف. هنا لما نجيو للسلطه، سلطه مراقبه تنظيم ومراقبه الانتخابات، وعمل ميداني، عمل ميداني، والشاب الجزائري على عمره 25 سنه ممكن يكون طبيب عام، او ممكن انه يكون استاذ جامعي، او راه يحضر في الدكتوراه تاعو. من 25 سنه الى او يكون منتخب محلي، او حتى عندنا نائب في البرلمان ربما مازال ما لحقش 30 سنه. يعني اذا من 25 سنه الى 40 سنه، انا هنا ماناش نديرو في هيئه للاستشراف او هيئه عقلاء، احنا هنا في هيئه تعمل في الميدان وتكون اكثر، تضفي اكثر مثلا مصداقية شعبية للذهاب إلى الموعد الانتخابي، لأنه هذا ما نبحث عنه في النهاية. إذن مع أستاذ بطبيق يبدو أن السيد تبينات يشعر أنه مقصى، خاصة أنه تحديد السن يعني في هذه المادة فقط. أطرح لك السؤال فقط متعلق بالعهدة، تمديد العهدة إلى 8 سنوات، هو أمر تقني طبعا، وتجديدها كل 4 سنوات كما يتحدث السيد تبينات، وأيضا مسألة السن لتحديد الأطراف هذه السلطة، كيف تعلق عليها؟ هذا الأمر مبالغ فيه كثير. يعني حقيقة نحن في أزمة سياسية، عنوان عريض هو الانتخابات الرئاسية، عنوان عريض هو الهيئة المستقلة التي تشرف انتخابات رئاسية. كيف نلحق إلى انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية حقيقية؟ كيف نضمن الإرادة الشعبية تكون يعني سليمة وفي منأى على كل تزوير وكل خروقات؟ الحقيقة تشعبنا في هذه الأفكار هو اللي خلانا راح يدينا إلى تعديلات عميقة، وأحيانا نخرج حتى على الـ على الـ على الـ وبالتالي يكون فرق ما بين الواقع والمأمول. المأمول نخليه إلى مرحلة عادية ويكون فيها نقاش كبير جدا، ويكون دور المواطن كذلك عن طريق الاستفتاء موجود، عن طريق مثلا تعديل الدستور. الآن فقط إذا كان نتكلموا نحطوا معايير، والمعايير أحيانا تقصي بعض الفئات وتخلق لنا تشنجات على ما أظن نبتعدوا عليها أكثر. فقط الآن المشكلة تاعنا هو صلاحيات واضحة لهيئة مستقلة، واضحة التركيبة، تكون مستقلة على الإدارة بكل مستوياتها، لانه امبوسيبل راح تكون مستقله يعني بمفهوم استقلاليه بتكون دوله داخل دوله، هي تكون مستقله في المسار نتاعها، في العمل نتاعها، ما عندها حتى ضغوط داخليه او خارجيه، وما عندهاش كذلك امتداد لسلطه تنفيذيه او سلطه تشريعيه او سلطه قضائيه. ولكن اذا كان، وكذلك لازم نعرفوا جيدا بالانتخابات راهي غدوه الان، لو كان نشوفوا التحدي رقم واحد بغض النظر عن الانتخابات الرئاسيه، او عندنا اول اكتوبر بدايه المراجعه العاديه القوائم الانتخابيه تاع شهر، وبالتالي على ما اظن إذا كان تكلموا على القائمة الانتخابية اللي ثار عليها نقاش كبير في الساحة السياسية، الآن أصبح تحدي. أنا أشوف في الساحة السياسية الآن كثير من الناس تكلموا انتخابات رئاسية لم يحين الوقت إلى غير ذلك، ولكن عندنا تحدي آخر، راه كاين قانون راه يمشي الآن، وعندنا مراجعة تاع القوائم الانتخابية تاعنا لمدة شهر، والتعبئة والتجنيد بالنسبة للعمل الانتخابية تبدأ بالمراجعة تاع القوائم الانتخابية، لأنه الشخص اللي مش مسجل في القائمة الانتخابية ما عندوش حق باش يصوت، وبالتالي نشوف يجب علينا جميعا. المسألة هناك نقاش كبير، نعم، يتعلق بتطهير القائمة، نعم، الانتخابية، نعم، أيضا. ولهذا على ما أظن الانفلات في الأفكار، وعلى ما أظن كذلك الذهاب إلى بعض الأفكار يعني تكون مثلا من أجل مناقشة حرية أكثر، ستفقدنا تحديات المرحلة وستبعدنا كثيرا عن ما أتى به 22 فبراير. 22 فبراير حقيقة وضع حد لعهدة، وضع حد لمنظومة حكم، ويريد جزائر جديدة بمعالم جديدة. الآن نحن في مرحلة انتقالية حقيقية، مرحلة يعني قاسية إذا كان ما قدرناش تحملها. لا يمكن أن يفرز نتحدث على مرحلة انتقالية والتعجيل إلى الانتخابات إلى رئيس انتقالي مثلا. مش رئيس انتقالي، احنا فقط في هناك حديث عن رئيس انتقالي. لا يعني. هذا النقاش الذي أثير في الساحة. في الحقيقة نحن نتمنى إن شاء الله بعد ما شفنا التنافس على الأشخاص واللي كان فيه الولاء أعمى واللي جاب الأعطار الكارثية والتراكمات اللي شفناها، ماذا بينا نشوفوا التنافس على البرامج، ونخليه نشوفوا برنامج رئاسي أو برنامج تاع رئيس جمهورية حتى ويقف في طياته وعهد انتقالية ما يهمناش فيه، ولكن برنامج في حقيقة يكون يرضي الشعب الجزائري، وبرنامج اللي يبين في طياته كذلك الجزائر أو معالم الجزائر الجديدة. ونعطيك مثلا إذا كان تكلموا عن حقوق الحريات كورشة سياسية جديدة، تكلم على سلوك انتخابي وسلوك تاع مواطنة محتاجة إلى إرادة سياسية حقيقية، وعلى رأسها وجود رئيس جمهورية منتخب نناقشه ونحاوره ونتفاهم معاه ويكون كذلك ضامن لتنفيذ القرارات. وبالتالي على ما أظن الإخوان اللي راهم في الساحة السياسية اليوم، واحد تكلم لي على التعيين، واحد تكلم لي على انتقالي، على ما أظن كلمة دولة مدنية هي الانتخاب. كلمة دولة مدنية حقيقة هي كيف خلي الشعب الجزائري يقرر مصيره. وجود رئيس جمهورية منتخب راح ينفي كل ما يعكس أو يناقض الدولة المدنية. نعم. وبالتالي نشوفوا باللي بداية ورشة إصلاح حقيقي، مش معناته باللي راح نجيبوا رئيس جمهورية إصلاحي، فقط راح نجيبوا رئيس جمهورية يكون ضامن للمسار الإصلاحي، ولكن صاحب الإصلاح شكون هو؟ هو الشعب الجزائري، إذا كان بقى يقظ وبقى موجود، لأنه لما ثقتنا حقيقة ماهيش ثقتنا في المؤسسات فقط قائمة، هي ثقتنا في الشعب الجزائري إذا كان متفاعل مع الحياة السياسية. كثير يعني حقيقة في الماضي هنا إشكالية كبيرة مسألة الثقة. في الماضي اسمح لي كلمة هذه فقط، ما نقدرش نحلوها بين عشية وضحاها. الحياة السياسية في السابق وشيء طبيعي جدا،
كانت الناس تهرب منها. حقيقة كانت الساحة السياسية متعفنة، ولكن حقيقة الساحة السياسية اللي يخرج منها رئيس الجمهورية ويخرج منها الوزير ويخرج منها الحكومة ويخرج منها البرلمانيين ويخرج منها كل السلطات، وبالتالي عزوفنا الانتخابي أو عزوفنا السياسي سيكون هناك علاقة تعدية، وبالتالي راح يجونا مؤسسات ضعيفة. وبالتالي أنا نشوف بلي لازم تحدي رقم واحد كيف نخلي المواطن إيجابي، كيف نخلي الشعب الجزائري حقيقة يئن بالحقوق والحريات ويئن بالأخلاق قبل كل شيء، لأنه العمل السياسي هو أخلاق. يعني كيف الجزائريين يبقوا يحبوا بعضهم وكيف يمشيوا الفواعل بدون تخوين بدون تهوين بدون كما نقولوا نحطوا من بعضنا، يبقى المؤسسات أخرى تحمس فيها ديال القضاء يطبق سلطان القانون ويمشي للشخص أو المجموعة التي أساءت إلى مقدرات الجزائر ويوضع حد عن طريق قضاء كما عنده حق ما يحمي الحقوق والحريات. كذلك تبقى العملية السياسية عمل سياسية، ما لازمش نتفه العمل السياسي ونكسر العمل السياسي ونبين كل العمل السياسي كي يسير في مجراه يجب نحن بحاجة إلى منظومة منظومة قانونية قوية جدا. وهنا أعود سيد عزيري كيف تعلق على ما قاله الضيوف الكرام حول نقطتين أشار إليهما السيد تبينات قبل قليل المتعلق بالعهدة ومتعلق بالسن أيضا، ويقول السيد بطبيق أنها مجرد تجعبات تضيعنا والوقت ليس في صالحنا. على كل حال كل واحد عنده رأيه الخاص، ولكن المرأة هنا هي كما قال الأستاذ طبينات حب ذوي لو كان فيه مزيج من الخبرة والشباب، يعني كنقطة رئيسية، لأنه الشباب يعني عنده ما نقولوش مثقف نقولوا عنده درجات من التعليم يعني مؤهلات لا بأس بها، كما قالك ممكن واحد 25-30 سنة قادر يكون أستاذ أو دكتور، ولهذا تمنين يكون مزيج من الخبرة والشباب. أما فيما يخص التدخل تاع الأستاذ الكريم حقيقة الوقت لا يسمح لنا باش ندخلوا في هذه المتاهات، ولذا يجب التعجيل بالانتخابات لأنه الظرف الاقتصادي وتدهور المعيشة للفرد الجزائري كذلك الظرف الأمني اللي حيط بينا من الداخل والخارج يتطلب منا الاجتهاد أكثر وأكثر. نعم السؤال اكثر حتى الدول اللي كنا نظن باللي تكون هي حليفتنا واصدقائنا رانا بدينا نلاحظوا باللي بدات بعض التصرفات نتاعهم ولو كما نقولوا بصفه غير مباشره، مثلا كتركيا تنزع التاشيرات، كفنلندا بعض الشركات الاجنبيه اللي هنا اللي تعتبر من حاكمه مشاريع ضخمه في الجزائر بداوا يطالبوا وقفوا المشاريع. على سبيل المثال ربما الاحداث تاع البارح واليوم مثلا المركب الرياضي تاع وهران شركه صينيه مدي 1300 مليار حبست الأشغال وطالبت بالسيتياسيون كما نقولوا باللغة الأجنبية، ولا ما تمشي المشروع يعني حتبدأ. ولهذا احنا الظرف يعني التحديات الاقتصادية القادمة يعني قادمة طيب. لأنه كان في مجتمع دولي راه ينظر لنا على أنه إضافة إلى الظرف الأمني، الظرف الأمني اللي هو ضروري. نعم ولهذا اقترح قيادة الأركان بالتعجيل بالسلطة، عندهم معطيات اللي خلاتهم يقولوا هذا الشيء. خير دليل على ذلك ما عنده حوالي 3 أيام وأربع أيام لقاوا أربعة طائرات بدون طيار للتجسس طيب. ولهذا نتمنى إن شاء الله سيد عزيز سعود دائما إلى النقطة المتعلقة بمسودة المشروع والمتعلق بالمنتخب يجب أن يكون يحوز على شهادة المترشح عفوا شهادة جامعية وإسقاط أيضا شرط 600 توقيع المنتخبين. قبل أن أجيبك فقط ربما استسمح الدكتورين أن أذكرهما أن الجميع هنا في حتى في الجلسة هذه يغازل الشعب الجزائري والمواطن الجزائري ويغازله من أجل الذهاب إلى الصندوق والتحلي بروح المواطنة والاستفادة من حقه الدستوري، لكن يجب أن لا ننسى كما يقول أحد الأصدقاء أن الانتخابات هي بداية الحل ونزاهتها هي كل الحل. يعني إذا كنا نشوف في المسارات التأسيسية تشعيب للموضوع ماشي السلطة تنظيم السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات ماشي تشعيب للموضوع، يجب أن تتخذ كل التدابير التي ستجعل من هذه السلطة هي بوابة المواطن نحو الانتخابات. المقاربة التي طرحتها السلطة الجميع رآها من باب الارتياح، اقتراح سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات كانت الطبقة السياسية تحلم بها في وقت سابق طبعا. أما أنه لما نجيو الأمر أننا نحطوها في الميدان ونقولوا هذا تشعب لها يجب أن ننظر إليها بكل جزئيتها. نرجع لك لسؤالك فيما يتعلق بهذه ربما من باب الملائمات أيضا يمكن إضافة شروط أخرى، لأن شروط الترشيح هي شروط دستورية
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية شروط مفصلة في الدستور، لكن فيه إمكانية أنه المشروع القانون يقترح بعض، ربما نقطة إيجابية أنه تنزع من المنتخبين، لأن المنتخبين عليهم الكثير من علامات الاستفهام خاصة في الساحة الحالية. البرلمان ربما فاقد المصداقية، المنتخبين كلهم يعني عبي العموم، لأنه الأغلبية المنتخبة هي أصلا محل انتقاد من الأوساط الشعبية. ممكن فيه بعض الجزئيات الأخرى اللي نركز عليها من باب أنه هذه السلطة صح تكون عندها صلاحيات، لأنه في القانون الانتخابات القادم كان 28 مادة كاملة تمد كامل صلاحيات لوالي الولاية. ربما لاحظنا أنهم نحاول ولي الولاية وعوضت بسلطة تنظيم الانتخابات. إحاطة أيضا وحماية هذه السلطة بأحكام جزائية اللي شفناها غايبة في المسودة، مثلا من يتعرض لهذه السلطة، من يعيق عملها، من يقوم بتصرف معادي لأحد أعضاء هذه السلطة. ربما ما شفناش باللي تمد أكثر حماية لأعضاء هذه السلطة من خلال هذا المسودة المطروحة. أيضا قضية سلطة الضبط الإعلامي، نعم. ربما تكلموا في أحد المواد عن توزيع بالتكافؤ للفرص بين المنتخبين في فترة الحملة الانتخابية، لكن ما تعرضوش إلى قضية السلطة التدخل مع سلطة الضبط السمعي البصري في حالة ما إذا وسيلة إعلامية تجاوزت حدودها مع أحد المترشحين. شفنا باللي في انتخابات الرئاسية ربما الأخيرة سنة 2014 كنت أحد المراقبين، كان فيه تجاوز في حق أحد المترشحين من طرف وسيلة إعلامية في الخطوات الأخيرة من الحملة الانتخابية. ربما إضافة هذا الأمر أيضا مهم جدا، لأن الحملة الانتخابية هي فترة حساسة تسبق الانتخابات. في الشق المالي كان أيضا ربما بعض المؤاخذات، لأنه تركوا في المادة فتحوها قال لك نترك للسلطة التصرف في الشق المالي من حيث المنح لأفرادها وكذا، ربما من باب الظرف الحالي والظرف الثوري والناس تدعو فيه إلى تغيير حقيقي وليس شكلي، ربما يكون عمل تطوعي، أو ربما تكون فيه صيغة أخرى غير صيغة لغلق الباب في وجه الانتهازيين السياسيين، لأنه عندنا في الجزائر بحكم التجربة عندنا الممتهنين هذه المهنة يظهروا غير في الانتخابات، يقوموا بأدوارهم على ما يجب، يأخذوا منحهم كما يجب ويروحوا. أيضا لا يمكن تقزيم الدور تاع هذه الهيئة المستقلة، لأنها ستشرف من الخطوات الأولى من حتى في استصدار بطاقة الناخب الجديدة للهيئة التي ستسجل، حتى ملف الترشح يودع في هذه السلطة على يعني أساس أنه وإذا رفض يطعن عند المجلس الدستوري كما تابعنا في تصريح الزهري. راح تكون في ميزانيات ضخمة، لم يشر في المسودة إلى هيئة الرقابة المالية على هذه السلطة أو آلية الرقابة المالية أو مجلس المحاسبة كيف سيكون تدخله المالي. ربما فيه الاستعجال في طرح هذه المسودة يطرح الكثير من علامة الاستفهام، ويجب مراجعة أغلب ما ورد فيها. سيد بوطبيق، ما تعليقك على هذه التحفظات التي عددها السيد تبينات تتعلق بالرقابة المالية، يعني المواد فيها غامضة، وأيضا السلطة الإعلامية وتحدث قبل قليل على المتعلقة بالشهادة الجامعية وإسقاط شرط 600 توقيع للمنتخب؟ أولا مشكور الأستاذ تبينيت. أنا لما تكلمت على قضية التشعب في الأفكار أقصد السلطة، ما أقصدش أفكار في الساحة السياسية، ودري على ذلك نحن في جبهة المستقبل لما نتكلم على مبدأ في الحياة السياسية نقولوا بلي يجب أن تقوم الحياة السياسية على حكمة الشيوخ، حنكة الكهول، وحيوية الشباب. في الحقيقة هذا التزاوج في العملية هذا سيضفي أكثر قوة وأكثر مصداقية وأكثر تطور في الحياة السياسية ولا سيما في حياة البلاد. الآن فقط لما توضع أفكار أو توضع قوانين عن طريق الموانع، احنا في قانونين الأصل في الحرية هو الإطلاق، لما أنا نقيد الحرية بالموانع القانونية ومنها مثلا تحديد السن، هذا يعتبر تقييد الحرية في الحق. نرى ما كيف نقيد العملية تاع السلطة كيف يكون ما يكونش تزوير انتخابي، ما نروحش نمشي إلى 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 أشياء بالرغم أنها ممكن جميلة ممكن نناقشوها في مرحلة أخرى ونديروا عامل السن ونديروا كذا. أنا مانيش أقصد بالعكس أن نفتح الباب، الشعب اليوم 72% شباب وفيه منتخبين وفيه كذا، كيف نقصي فئة عريضة من المجتمع ونقول لهم كيف ما تكونش عندكم عضوية في التركيبة تاع هذه الهيئة. وبالتالي على ما أظن أنا لما تكلمت نتكلم على قضية الابتعاد عن الموانع، لأن ماشي مرحلة تاع الموانع الآن، كيف نحميو الانتخابات من التزوير، هذا العنوان العام. تحدث عن الغاز التغزل بالشعب، لا الشعب الجزائري قرار هو لأنه في آخر مطاف، نعم. الناس كوراج على الشعب الجزائري، طيب. صاحب القرار وصاحب الإرادة، نعم. إذا كان الشعب الجزائري حقيقة اقتنع ببرنامج بفكرة معينة سيتمسك بها إلى آخر قطرة،
سيتمسك بها وسيضع من يضع ويرفع من يرفع. الآن نرجع بالنسبة إلى الأرضية اللي جبتها هذه الهيئة الوسطى والحوار. نعم. إحنا بالنسبة لنا هذه أرضية بالرغم أن بالحقيقة يعني ما هي تحفظات لأنه كطبقة سياسية تلقيت المسودة قبل. نعم. هذا التاريخ وسجلت بعض التحفظات. هو كمجتمع مدني سيتابينات حدد قال مجموعة من المواد غامضة، أنتم كحزب سياسي ماذا سجلتم كتحفظات في هذا المشروع؟ أولا لازم نعرف بليح بالنسبة للهيئة الوسطى والحوار ما هيش إرادة سياسية، هي مجرد أرضية تبين رأي سياسي فيه توافق فيه أكثر رضا حول بعض البنود. نعم. ثم مطروحة للسلطة القائمة، السلطة القائمة كيف تشوف السلطة القائمة بناء التدافع لأن عندها المكانة اللي تطلع على كل انشغالات الشعب الجزائري في الحقيقة في إطار التدافع كيف تبنى هذه الأرضية في إطار توافق في قانون إصلاحي لقانون الانتخابات القانون العضوي سواء بالنسبة للمنظمة الانتخابات سواء بالنسبة للتركيبة على الهيئة أو تسيرتها. الآن نحن كحزب في الساحة السياسية من واجبنا كمدرسة سياسية أن نمدوا أفكار تكون عملية، أفكار تكون عامة ومجردة، ما تكونش كما بعض الأفكار يحطوها في الساحة السياسية. لازم أنا عندي حسابات، أنا عندي حسابات ضيقة مع حزب سياسي، حسابات ضيقة مع أشخاص، حسابات ضيقة مع كذا، بصفيها الآن خطأ، حسابات ضيقة تصفيها في حملة انتخابية في انتخابات حرة ونزيهة وتصفي حسابات على روحها. أما الآن تحط أفكار عامة ومجردة غير إقصائية بأساليب حضارية بأخلاق عالية وهي اللي تخلي الجزائر اللي تبنى على أسس حقيقية وتمشي للمستقبل. الآن نعطيك من بين هذه الأفكار مثلا لما تشوف مثلا الفكرة متعلقة بقضية توفر شهادة جامعية مثلا للمترشح لرئاسة الجمهورية. في الحقيقة القانون في كل قوانين العالم على كل حال شرط الكفاءة موجود، خاصة نحن في المجتمع الجزائري في أكثر من 1,700,000 طالب جامعي. اليوم مثلا الجامعه اليوم ولات عندها خزان كبير يعني في الساحه السياسيه وبالتالي مو شرط تعجيزي. نعم يعني مو شرط تعجيزي ولكن القانون دائما قلت لك لازم يستجيب الى انشغالات المجتمع والمواطنين. كذلك لما تحطي في الساحه مثلا قضيه 600 منتخب نتخلى عليها، في الحقيقه اذا كان الشعب الجزائري يعرف شكون هو اللي زور الانتخابات ويعرف شكون اللي مستفاد من التزوير ويعرف شكون الاحزاب اللي موجوده حقا في الميدان. اذا كان دول اخرى شقيقه وصديقه تونس فقط بالنسبه للترشح للانتخابات الرئاسيه يكفيك 10 نواب البرلمان يعطوك التوقيع نتاعهم تترشح يعني من بين الادوات الموجوده. كيف اليوم نجي انا بهكذا في جلسه عمل مانيش عارف في بناء على الاخر نتخلى على 600 منتخب، 600 منتخب هذا اللي يمثل كذلك اراده شعبيه بتركيبه معينه، وبالتالي نحن في جبهه المستقبل نشوفوا باللي المنتخب القائم يبقى. انا ما نتكلم على العموم والمجرد، ما نتكلمش على منتخب بعين ذاته او نتكلم خاصه الانتخابات المحليه، الانتخابات المحليه صعب فيها تزوير مش كما الانتخابات الشرعيه ولا الانتخابات الرئاسيه. قال ما الانتخابات المحليه على بالنا بتبنى على اساس قبليه على اساس العصبيه على اساس كثير على اشياء وبالتالي التنافس فيها يكون كبير جدا. نعم. وبالتالي عمليه تزوير ناقصه. وبالتالي انا نشوف نتخلوا على معيار تاع 600 منتخب انا نشوف فيه باللي ما عنده حتى معنى، ونحن في حزبنا كذلك ما قبلناش هذا الطرح يعني. نعم. ولو انه طرح من بعض الفصائل من الحساسيات في اطار التنافس غير حميد لانه طيب. لاش شايف حزب باللي عنده مده ويخدم ويناضل ودار قواعد ودار اسس ودار خطاب اليوم لا لها قال الحزب هذا كي دار لا نقصيه ما نديروش 600 منتخب نخلي معيار تاع الشعب، لا ماهوش معيار عادل. حتى الحياه السياسيه في الجزائر فيها المليح وفيها المش مليح، ولكن نحن نريد انتخابات حقيقيه اللي تضع من تضع وتعاود ترجع الطبقه السياسيه الى مكانها الطبيعي وكل واحد بالحجم نتاعو. الان احنا نجدد ان الشعب الجزائري كيف يقرر مصيره بيده كيف يقرر ويجيب حقيقه اشخاص ومؤسسات قويه تكون تمثل الاراده الشعبيه تاعو، ثم بعد ذلك تجي الاصلاحات القانونيه والاصلاحات السياسيه. البعض الاخر يطرح لنا في افكار في الساحه السياسيه تعتبر محاكمات، حاب فصيل حاب يصفي حسابته من 62 يومنا هذا، فصيل حاب يصفي حساباته عنده حسابات ضيقه، هذا خطا. نحن الان امام مرحله جديده جدا على ما اظن الناس تكلموا على الباديسيين وتكلموا على نوفمبر وكذا يشتركوا في حاجه واحده فقط، اذا كانت تكلمنا على عبد الحميد باديس وتكلمنا على اول نوفمبر الانطلاقه تاعهم هي الاخلاق، الانطلاقه تاعهم هي وحده الامه، الانطلاقه تاعهم هي الجزائر حقيقه جزائر الاستقلال وجزائر قويه، وبالتالي التخلي على بعض الافكار السلبيه اصبح اكثر من واجب. طيب. التوجه مباشره الى الانتخابات الحقيقيه. احنا كي نتكلموا على الانتخابات ماناش فولكلور، ماناش نتكلموا على الانتخابات اللي باه نتجاوزوا بها الشعب الجزائري، نتكلموا على الانتخابات حقا لانها هي التغيير، احب من احب وكان مكان. كيف نصل الى هذا التغيير السيد بوطبيقه؟ هنا الاشكاليه السيد عزيري، كيف يمكن ان نصل الى التغيير في هذه الظروف؟ هل هناك امكانيه التغيير في هذه الظروف؟ طبعا يكون بالاراده يكون التغيير طبعا في اطار القانونيه والدستوريه والإرادة الشعبية والكفاءات المتوفرة عندنا في المجتمع الجزائري والإنسان ما مدى متمسك بالدستور الوطني الجزائري
مثلا كما قال الاستاذ طبينات، نرد على السؤال نتاعه فيما يخص الدعم المالي فيما يخص الجمعيات. يعني تحدث على نقطة الرقابة المالية. ليست خاضعة لمجلس المحاسبة. لا لو طلب كذا. هناك أموال يعني صحيح ميزانية ضخمة تتعلق انتخابات، يعني تخيل أنه العملية الانتخابية من الواحد حتى النهاية حتى إعلان النتائج. طبعا وهذه طبعا. تحتاج ميزانية ضخمة يعني. تحتاج ميزانية ضخمة. كذلك هتكلم على الإعلام يعني وقعت سلطة الضبط السمعي البصري. هنا لما تروح للدستور في المادة 53 تلقاي باللي الأحزاب عندها الأحقية في الإعلام المجاني والتمويل المادي والتمثيل الشعب الجزائري. وتحدث عن التجاوزات، عندما تقع التجاوزات يعني تجاوزت الهيئة هذه السلطة سلطة مراقبة الانتخابات أين هي من هذه التجاوزات؟ يعني كيف يمكن، هل لديها صلاحيات، هل لديها القوة كي يعني في المواد هنا غامضة يعني. هنا لما نرى بأنها حددت مدتها بحوالي 8 سنوات وأصبحت حسب الشروط والهيكلة تعتبر كوظيفة وتم تحديد فيها السن وتم تحديد فيها المستوى وتم تحديد فيها المدة تاع 8 سنوات أنه الإنسان ما يكونش متحزب، يعني الصفات نتاع العناصر اللي يكونوا في هالهيئة هذه، وأنه توصلوا حتى يقولوا أنه لازم يتجرد من كل العمل الوظيفي نتاعه أو التجاري أو حاجة باش يكون هي شروط، هو عدم تقلد مناصب في الدولة، وأيضا أيوة. نقطة تعلق عدم الانتماء السياسي، ونقطة أخرى أيضا خلو السجل تاعهم كل مخالفات القانون. هذه مفروغ منها. أنا نقدر نصنفها لهنا حتكون إن شاء الله محمية. ولو نعودوا للمادة 92 اللي عندها من الامتيازات القضائية، لأنه رئيس الدولة عنده الحق أنه يعقد الولاة، يعين القضاة، يعين المجلس رئيس المحكمة العليا، ممكن يتصنفوا ويكون فيه اجتهاد باش يتصنفوا ويكونوا في هذا البند في هذه المادة ويكونوا محميين يعني وحتى بامتياز قضائي إن شاء الله. سيد تبينات، قبل قليل تعرضت أو عرضت مجموعة من التحفظات حول مواد هذه السلطة، ما هي البدائل التي تقترحها ربما للتوجه نحو الانتخابات بنزاهة؟ يعني هذه في النهاية نحن لدينا سلطة مستقلة، من كان يفكر في سلطة مستقلة من لجنة، والسيد بوطبيخ كان في لجنة الانتخابات في 2014 وقلت كنتم ست أشخاص فقط، يعني كانت لجنة صورية بالدرجة الأولى، والآن نحن لا لا. يعني لا. لكانت موجودة على الأقل، كانت لجنة موجودة ولكن الصلاحيات القانونية الموكلة قليلة. ولا تكلم دائما الجانب المشروعية والشرعية يرابطوا نظام سياسي، الجانب أخلاقي إذا كان سياسي يتجاوز قوانين ما أصبحش من في غابة. نحن الآن لديكم صلاحيات محدودة. نعم. طيب الآن لدينا الكثير من الصلاحيات، والدليل حتى في تسميتها يعني سلطة. نعم سلطة رقية عندها القرار، يعني مستقلة ماديا ومعنويا. احنا رفعنا الاحترازات من باب أنه المضمون يتبع الشكل ويتبع التسمية، يعني تكون هيئة مستقلة تدفع إلى الطمأنينة، يعني لأنه احنا نقطة لأنه هذه المسودة مشكور اللي قام بها لكنها قابلة للإثراء، قابلة للتعديل، مازال كاين مبادرات في الساحة نقدروا نسمعوا لأصحابها، نقدروا نأخذوا بمشورتهم، ما نكونوش أحادي التفكير، قال هذه هي المسودة تمشي ولا ما تمشيش، لأنه حتى ما صار هذه المسودة راح يروح إلى وزير أول سيقترحه، وزير أول بين قوسين أي وزير أول، إلى برلمان أي برلمان، طلبات نزع الحصانة ما زالت تتوالى على تلك القبة. يعني هذا المسار، خلينا نفتح القوس أنه لجنة كريم يونس قال اقترحت إقالة الحكومة الحالية، يعني بين المخرجات اللي جاءت بها اليوم هي يعني مزجوا فقط لي باش ما تكونش المسودة مبتورة من جو الملائمات السياسية، أضافوا هذا البند رحيل حكومة بدوي. لكن لو نلاحظ بعد هذا كل ما صارت على لجنة الحوار، كانت هناك أرضيات مطروحة في الساحة وإن شاركت فيها أحزاب، شاركت فيها فعاليات مجتمع مدني، واللي ما زالت تسعى فيها إلى اليوم، فيها هذه المقترحات، فيها إجراءات التهدئة واسترجاع الثقة، وفيها مقترحات يعني صلبة لإنشاء هيئة سلطة. وهذه الهيئة مثل اسمها يعني هيئة الوساطة والحوار، يعني كانت يعني وسيط بين كل هذه المبادرات والسلطة. لجنة الحوار هذه صعبت المهمة على نفسها، يعني كانت قادرة ترجع إلى أهل السبق في المبادرات وتلمهم وتحاول أنها تكون وسيط للم كل ذلك الشتات، لكنها عملت بانفرادية وتم توسيع. على كل حال تصريحات المنسق العام للهيئة قال أنه ليس لديه خطة مسبقة
الطاقة وليس لديه ورقة طريق، وإنما ما موجود هو جمع لما المجموعة من مبادرات الذين تحاوروا ودخلوا في الحوار. يعني نقدروا ما فيها بس، يعني نقدروا نفتحوا أنه تثرى وأنها تكون تضفي أكثر مصداقية لتجميع الشعب الجزائري حول هذا الصندوق الذي ينتظره الجميع. إذن السيد معاذ تبينات نشط سياسي، شكرا جزيلا على تشريفك لنا في بلاتو في المزاد، وأشكر أيضا السيد عبد الكريم عزيري خبير دولي، وأشكر أيضا الأستاذ فتح بوطبيق وهو قيادي في جبهة المستقبل. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام في المزاد، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.